شبكة عباقرة التلاوة تقدم أسطوانات بيدافون الشيخ أحمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، والميزان ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والقب ذو العصف، والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، صدق الله العظيم.